محمد وسيم الأستاذ. شو صار معك؟ إيه؟ احكينا شو صار معك؟ أي الصاروخ علينا، بعدين غمضت عيوني، بعدين فتحتهم لقيت في دخان، الحجار انكسر وبابا وقع الأرض ونزل منه، نزل من دانه دم. بس هذا اللي صار مع بابا. بابا ودوه المستشفى، وانا برضو معاه بالاسعاف. انا اول واحد بعرفش ان احنا اثنين نفس المستشفى ولا لا. وين بابا راح؟ الجنة. ماما برا الجنة.